أرحب فيكم في حلقة جديدة من كرافت ذا بورد. بعدنا طبعا شغالين في القاعدة، شغالين في وايد أمور، قاعدين نبنيها، قاعدين نسوي. قررت أني أخلي هاي اللي هنا، خلهم يهجموا علينا زين حلوين، يعطونا اكس بي، يعطونا هبرة، قاعدين نلب بن الحجنجل ولد الحمارة. تعال احفر هني، خلنا ندق الخايس. ما داني هذا، ما داني الدودة هاي، ما دانيها، ما دانيها الدودة. ما دانيها الدودة هاي مال الأرض، دودة الأرض خايسة. بنوصل مرحلة ترى هذا التوتم ما يغطيك المكان في العالم. لا لا لحظة لحظة، أنا عندي سرير ناقص، عندي سرير ناقص، هذا وايد مهم. سرير في دوارف عندي ما قاعد يرتاح، يعني معناه في دوارف ما قاعد يرتاح، ما قاعد يرقد، في احتمال يموت. واخر شيء ابغى اني اذبح حد، والله صدق ما بذبح العالم اللي عندي مساكين، انهم يقدحون كدحة. في حق سلطة، تعال تعال خلنا نبدل بيرس كله بيرس، هنحط لكم شوي لحم، حطوا الطاولة بنح، ما ياكلوا مساكين. I think they are undead. Maybe. لحم احتمال كبير يخلصون على طول. يحبون الأكل الدسم هم. يشتغلون وايد والله صراحة. شغلهم وايد مو شوي. خلنا نشوف شو سوينا هني. نبغى صوف. صوف شيء أساسي. خلنا نطلع البورتل، ها احلى سبل عندي في الدنيا. خلهم يذبحون هايل، كسرون هايل كلهم، كسرون الخشب. 4 دقايق يتم. مشكلة مو مشكلة، شيل الخشب، الموارد اللي هنا كلها مرة. بورتل ما يخلص حتى الامبورتل الثاني، يستهلك مانا مانا، وانا الحين قاعدين نلف العادة، بعدين بيكون مهم. بيش ايه؟ شو الخنزير قاعد يسبح؟ صديقي، فاهم الدنيا غلط انت. يعني يمكن انت فاهم الدنيا صح. تعالوا البورتل تعالوا. والسباحة ترى ينقص دمهم، ما بينقص دمهم. انا ينقص دمهم لحظة. هل في شيء اساسي انا يمكن اكون محتاج لنا؟ مسر الغالي ترى الصراحة ما عندي الا 17، والحين مرة ما اسوي شيء فيه ترى اصلا. ها شو؟ عجيب، ما في دمي، تريننج دمي. نايس نايس. Very nice. ما كانت موجودة هاي قبل ترى. حطي لهم هاي، يشلون السامار كله. الحين هجوم من هنا على الأقل سكرتن مو بينا، بس تشوفوا القبل نسوي شيء هنا؟ لا ما سووا. ترى مرات يردون يسوون نفس المكان. هو سبون، سبون بوينت، تعرفون انتوا السبون بوينت. ما له داعي اشرح لكم اياه. كلكم جيمرز ما شاء الله عليكم. يعني انا حاط لكم بورتل. شنو من هذا الدرب ليش؟ كت داون وبحط مكانه درت. صبر بحط مكانه درت، اصلا ابى الخشب هذا كله انا. تعالوا حط بورتل هنا. روما سكر بورتل الحين. شيء جديد هذا والله، ما كان موجود اول. بس تعال حطها ونتوكل. اوكي باي باي، توكلنا. نايس. انا اقدر اشوف الروت مالهم، اقدر. فيري نايس ثينكس. ها كله تو مضاف جديد ترى على فكره. اللي وين صار هذا؟ وابوك ليش كلها تورتش؟ مشان وش؟ حطي هني، حطي هني، حطي الشله هذا. بورتر مورتر، ايوه هذا الهجوم اللي انا كنت خايف منه من متى؟ من زمان.
هذا هجوم بدري مورتر، بس اظني اوكي لان انا مسوي لهم سامان يدافعون عنه في السماء. بس خليهم كلهم خلصوا من هذا، نذبح صغارية، نذبح العود، اخلوا براي ينقلع شو يسوي هذا. دقوا عقب هذا، نايس نايس، فيري كلين فيري نايس. ترى خلصنا هذا، اذا ما سوينا على سلاح ترى تحسون عادي، بس اذا ما سوينا على سلاح على طول ترى يسوي لنا مشاكل على فكرة، مشاكل مشاكل سيريوس بروبلمز. اوه كلام كبير. لا ما بعطي هذا، وين الورير مالي؟ هذا الورير مالي، تعال تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي العين. ودن هلمت، خلنا نسوي ودن هلمت مليون مليون تي طف، بس نلفل. خسرت الود مالي كله حق شو؟ حق المقاري عايل. يلا ود متعوب عليه ترى، هذا بعدين متفاهم وياه. 6 7 8 9 نايس. ولحظة كوب، خلنا نحسب 1 2 3 4 5 5 عنا، يعني نبقى 4 غير. كرافت تولز 1 2 3 4 نايس. اوكي الحين استوى معدات عنا حكم حلو. الحين نبقى ما نبقى سميثنج ابرون، ما نبقى الحين فورج، ما نبقى بكاكس، ما نبقى بروفت بورتل. خلنا نشوف سميثنج ابرون لان عندنا جلد نحن، بسوي وحده حق اكيد بنحتاج سميثنج ابرون. يكون عندنا سميثر هذا شيء اكيد، لان المهن اسهل من نحصل مقاتلين على فكره. يعني شو حصلنا؟ رون، دي حاجه جديده يعني. ستون تابل بارت اوف سم كايند اوف ميكانيزم، شغلات جديدة. وين الاسم ثانج مالنا؟ وين الورير؟ ورير تعال اسم ثانج، نقدر نعلم لين 3 ترى. اوكي اسم ثانج فيري نايس فيري نايس. تعالوا دمروا هالخايس هذا. البيس مالي يوصل لهنا، مساحة حلوة ترى. استوى عندي شوية سلحة قوية، كم سلاح قوية. شو صار مني الكلاب؟ خلي يسرقون خمح ترى. زين كان عندنا مهمة نحن نزرع صح؟ بلانت ويت كرافت، خلينا نشوف عندنا ويت، عندنا جرين اللي هو القمح هذا. ليش ما يبني على الروتو؟ الروت يطلع فيه شير، فما ما يزرع عليه. خلنا نزرع في مكان ما فيها روت. ادري ما بيطلع لي شير بالطريقه هاي، بس حل. ولا اقدر شو اسوي؟ ازرعهم داخل بيستر عادي، مش مشكله مش قضيه يعني، من يكبرون شوي ينشفهم عقب. الغنم اضطر، بس خلينا نشوف في تراب. نبغى نسوي مزرعه نحتاج فنس. اين فنس؟ بعيد فارم فنس هذا. خلينا نسوي مزرعة نقدر نحط فيها حيوانات يتكاثرون، بعدين يستوي عندنا مصدر دايم للشغلات هاي. خلينا نسوي بلانك شوية، عندنا خشب زين، استوى عندنا خشب، استوى عندنا بعض الخشب، بعض منه ليس الكثير، بعض منه. زي كوب، خلينا نشوف منو جاهز. هذا جاهز، هذا جاهز، خلنا نبدله. هذا جاهز، ترى كله يفرق في الانتاجية على فكرة، كله يفرق. تقول لا ما يفرق غيره، لا يفرق يفرق.
سرعة تخرج. خلنا نشوف هذا في أي أكس بي يو تكنولوجي. خلنا نشوف أي تكنولوجي فتحنا. لا ها خلصنا عشان فتحنا. أوكي هيا شوفوا أسرع بسرعة جميلة يعني مكترة يعني. عندي ناس فاضية ليش؟ ليش قاعد يطالعون بعض؟ والله قاعدين فاضيين ولا شغل ولا مشغلة. الرواتب حق شو اسمه؟ أكل ودنيا. تعال 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 ها وين طلع؟ وين مكان فيران؟ وين مكان فيران قاعد يسرق أكلي؟ وين مكانهم؟ حيوانين والله. لا والله حيوانين. عيني عيني قاعد يسرقون بعد. في قرين هني بعد. اوكي ترتيب حلو. وين الاكل مالي؟ خلى هني الاكل السلطة الحين حطي لهم سلطة. وين هذا نحط ليت هني؟ بنحط ليت هني على الطاير اساس يكون عندنا انارة مستمرة. ما احب المكان المظلم. انا عندي اخذه من الظلام. ايوه هذا اول شيء بسويه. حطي لهم الحديد بستبدل لهم الادوات القديمه انا خلاص. كمان 9 نايس وايد. اوكي هذا بس ما بهم كلهم صح نسيت. ابا روب بخسر حبه. شوفوا هذا اللي كنا محتاجينه قبل. بسوي وودن ارو. عندنا ارشر واحد اللي اذكره كان عندنا ارشر واحد ترى كان عندنا ارشر واحد ونبى فذر. ما حصلنا دياي الحين. ما حصلنا دياي. ما نقدر اغير فذر. بس في عندي شغلات ثانية. ديكور داخلي ديكور داخلي لازم نبدله. بريس رير بلوكس ريبليس رير بلوكس. كم تم عندي حبة ريبليس هذا اريد مستبدلة. شوفوا كيف شكله بيستوي من بدل الثاني. فيري نايس على فكرة وايد حلو شكله. شوفوا خشب خشب وايد حلو. بس شو المشكلة مكلف لان الخشب اصلا احتاجه فيا خسر خشب مالي عليه. لكن بحتاج شوية دفع. ريبليس بلوكس ريبليس ايرث. ابى اراويكم كيف شكله قبل ان اخلص الحلقة نختمها على الحلقة. بس هاي الاسلحة الاساسية بدينا نسويها خلاص. اتس دن خلاص. دام الاسلحة الاساسية قمنا نسويها امورنا طيبة ترى. ستون ميسون بوك هذا جديد. هالشيء انا ما مريت عليه. خلنا نلبسهم كلهم. في حد مش لابس خوذه؟ هي حق شو عندنا كل هذا خوذ ترى. تعال وحق شو عندنا هذا ما استوى كله. لا للحين ان كيو زوينهم كلهم معقوقات هني. زودهم هناك شلوهم من هني. شو هذا الاستهتار؟ شو هذا العمل التعبان؟ هل كثر عندكم استهتار في الوظائف؟ استهتار خرافي صراحة في الوظيفة. والله استهتار انا اسميه هذا. تهاون في العمل. بعطيهم تقرير تهاون في العمل. ايوه هذا 20 اتاكم ولا هاكم 17 زين حاليا زين لين يشلون السامان هذا. اشل حلو كوب. في عندنا ميج هذا كم اتاكم ولا 17 20 احسن اكيد. يعني اليوم وقتها لو استوى شيء لا سمح الله لا قدر الله يكون عندهم خطة دعم احتياطية. خلينا نبدل كل الاكسس مالهم. يشيلون قطعهم سريعا سريعا. ترى كله زين. هذا شوفوا كم الدمج ماله 12 15 افضل. يوم بنوصل للمثرل اوه شو يسوون في الدنيا شو يسوون.
يضبطون الأوضاع خلاص. ترتيب دنيا يستوي. أوكي أنا شو سويت؟ لا مش هنا، أبي أبدل الأسلحة التعبونة. وحرام أحس إني سويت زيادة، ما حسبت حساب الأسلحة اللي عندي أصلا، ما حسبت حساب الأسلحة اللي عندي. دمج 20، أكيرسي 70، ديستنس 3. وين الأرشر؟ هذا الأرشر. أوكي دمج 3 عنده. هذا سمبل أرز ما يخلصن، ترى في سمبل أرز بس أنا بسوي الأرز الأقوى على أساس إنه لو استوى الشي أعرف لك. تشوف محلى شكله بس مكلف، تبون صدق مكلف. الحين زاد عندي شيء، شو بسوي فيه؟ وين صار فشنجرو؟ فشنج ما فتحنا الفشنج الحين، مفروض مفتوح، مفروض موجود. نو اي ثينك اتس نوت ذير. ما عندنا فشنج للاسف الشديد. مو مشكلة عادي، برايا اذبحوا هذا محتاجه، ما بصيله خلاص. في اعداء هنا which is good، محتاجين اعدائنا احنا حاليا. بنزل مستوى الماي، ناخذ ماي ترى يخلص. يب الماي هذا كله بينزل يستوي عندنا هنا. يجمعون بلوكات تستوي، عقب ما يستوي بلوكات عقب يخلونه. تعال هاي الأسلحة الأولية أهم شيء ترى. تعالوا خلصوا السمان اللي هنا بسرعة. شلوا كل ماي مرة، كل شيء شلوه فكونا منه. هني اللعبة، هني التكتكة يسمونه. وين صار؟ هنا نحن وذا ترين. زين هذا انا مو محتاج لنا، بس ليش بستعمله؟ اساس اني الفل منه هذا. هذا شوفوا ايش كثر يزيد، شوفوا زيادته طيبه يعني. ما عليه، بعطل عليهم شغل شوي، بعطل عليهم شغل. ايوه بس خلاص تاسك كومبليتد تكتري. شفت كيف؟ هني اللعبة اساس ما اخسر موارد، عندي موارد ابغاها. ف ليش قاعد اخسر عليها سوالف؟ شوف الرمل وين نفعني، شوف شفت الرمل كل اللي جبته بالفحم هني. نبغى زجاج، الزجاج هذا بسوي فيه ترى في وايد سمن على فكرة، وايد سمن بسوي فيه. بسوي طين، عندنا ماي، عندنا رمل، سوي طين اساس بس نلفل وخلاص مع السلامة. الزجاج ما نحتاج اكثر، ما عندنا مشاكل. وهاي اللي تات حلوة حق الممرات. المهم هاي كانت حلقتنا بالنسبة لليوم، وقت الحلقة خلص. وشكرا على المتابعة، اذا عجبتكم اللعبة دقوا لايك سبسكرايب كومنت، خبروني وش رايكم في اللعبة، والسلام عليكم ورحمة الله.